الله الرحمن الرحيم، والسلام على المرسلين. اليوم حنا كنتواجدوا في معرض الصناعة التقليدية منظم من طرف غرفة الصناعة التقليدية بشراكة مع جامعة الأزهر تايمة. هذه النسخة الثالثة لهذا المعرض، الحمد لله اللي كنقوموا سنويا. هذا المعرض حنا خرجنا في إطار برنامج عمل جامعة الأزهر تايمة، كنا في الصيغة الأولى بشراكة مع جمعية مهنية، ثم بعد السنة الثانية كذلك مع أجمعية مهنية، لكن هذه السنة اخترنا على أسفل الجدل مع غرفة الصناعة التقليدية. هذه الحلة الجديدة الجميلة اللي كنشاهدوها اليوم، الحمد لله المهنيين كلهم اللي عارضين الآن اللي هنايا جد مصورين، الحمد لله. يمكن الأعمال اللي جعل حتى المناسبة ديال العطلة والمناسبة ديال السكن ديال التيمة كتخرج كتجي كتقدم هذا المعرض وكتشوف واحد المجموعة ديال العروض ديال الصناعة التقليديين، منهم ما هم محليين ومنهم ما هو خارج المدينة، اللي جاو عندنا من دار الربا من فاس من تيزنيت مجموعة المدن حاضرين معنا هنايا وكيعرضوا البضائع ديالهم. الحمد لله وأتى واحد رواج اقتصادي هذه المنطقة ديال المدينة التيمة والتعريف ديالها كذلك، كذلك ترويج المنتوجات المحلية وغيرها من المنتوجات اللي نعرفوها. هذه المناسبة توجه بشكل جزيل لغرفة السيادة التقليدية اللي دخلت معنا في الشراكة في هذا الإطار. نطلب الله سبحانه وتعالى يمكن المعارض المقبلة تكون معارض أجمل وأفضل من هذا الشيء اللي كاين اليوم في الشباب الشارقة. أشكرك. كان مارس هاد المهنة اللي كانت كهواية اللي كتسمى تخرام باللغة الدارجة المعروفة وبالفرنسي سي لو شون تورناج، يعني تخرام أننا كنفرغوا شي حاجة من الداخل وكتبقى لشكل واحد طرف واحد بالخشب، وهذه كانت كهواية ما اكتسبتها حتى عندي واحد السن ديال 42 سنة، وكنبتكر فيها وكندير الحمد لله وكندير الأسماء الشخصية الهدايا الخاصة بالناس، منها هدايا ديال أعياد ميلاد، هدايا الأعراس، شجرات عائلية، هدايا لجميع المناسبات وكتكون خاصة بالأسماء ديال هذوك الناس اللي غيتعطاهم الهدايا بتواريخ أعياد ميلادهم ولا تاريخ جواجهم ولا هذا، وكتكون عندها واحد القيمة معنوية أكثر من ما هي مادية. شنو هي؟ هي أن سميتو وكنيتو باغ إكزومبل ما غاديش يلقاها في السوق، دونك شي حاجة تصوبت خصيصا على قبله، دونك عندها واحد القيمة معنوية أكثر من ما هي مادية. وهاد كتسميناه الخط العربي بالنقش على الخشب، كنديرو بطريقه مميزه في الخط العربي، لان الخط العربي فيه تقريبا 13 نوع ديال الخطوط.